في الأداة النفي not زائد الفعل، فش حيصير؟ حيصير I don't work or we don't work or you don't work or they don't work. أوكي، فإحنا هنا في حالة النفي جبنا auxiliary verb do وضفنا له الأداة النفي not، so صارت I do not، وضفناها للفعل simple present اللي هو بالأخير work. زين، عندما يكون كلام عن third person، عن شخص ثالث أو عن شخص آخر إحنا نتكلم عنه، يعني أكو طرفين بالكلام، أكو المتكلم وأكو المستمع الأول والثاني. هنا عندما المتكلم يتكلم للمستمع عن طرف آخر، عن شخص ثالث، فإحنا لازم نميز الفعل أنه نضيف له S بالأخير، نضيف له S، وهاي الأس مثل ما كنا بالإعدادية يقول S الشخص الثالث. فشي يصير عندنا الفاعل، فاعل he والفعل work زائدا S، so he works، she works، her it works. زين، قلنا في حالة النفي احنا نستعين بالauxiliary verb do، وهنا do ايضا هنضيف له الاس فحيصير does، نضيف النفي مالته وبعدين نجيب الفعل بصيغته البسيطة، so he does not work، she doesn't work، and it does not work. اوكي، في حالة الكويشن، في حالة صياغة الأسئلة، في حالة صياغة السؤال، راح يكون عندنا، راح يكون عندنا أداة السؤال auxiliary verb do or does زائدا السبجكت مالتنا الفاعل بعدين الفيرب الفعل. فإذا هنا قلنا دائما إحنا بالسؤال يتقدم الفعل على الفاعل، فهنا عندنا auxiliary verb إحنا ضايفين، فيقول where do I live or where do we live or where do you live or where did they live، ماشي، or where does he live or where does she live or what does it live. فإذا هذا في شي حالة راح يكون عندنا أداة سؤال بالبداية، بعدين هنجي بالauxiliary verb مالتنا do what does، بعدين subject هيكون هنا الفاعل، بعدين الverb يجي الفعل. عندنا هنا نقاط بالأخير مثلا سؤال وجواب، فحيكون نقدر نسأل بدون أداة استفهام باستخدام الأوكسيلاري فيرب مثل ما وضحنا بالبداية بالشابتر الأول باليونت الأول مالتنا، قلنا إحنا ممكن نستعمل أداة الأوكسيلاري فيرب كأداة سؤال. ف do you live in Bristol or does he have a car، هل هو يعيش في بريستول أو هل هو يملك سيارة. So do you live in Bristol، الأنسر مالت the short answer yes we do، or do you have a car، no he doesn't، حيكون الجواب مالته. نجي هنا هسه على السلايد الآخر اللي يتكلم عن استخدامات الـ present simple. هاي present simple وين احنا نقدر نستعملها او شنو الطرق اللي نعبر بيها بال present simple. The present simple is used to express، تستخدم بالتعابير الأولى، an action that happened again and again like a habit. إذن فعل يتكرر دائما كعادة كصفة كهابت. فمثلا بالفعل مثلا I go to work by car، طبعا من الطبيعي كل إنسان هو يوميا يذهب للعمل أو يذهب في أوقات معينة للعمل بشكل متكرر، يعني again and again، فعنده habit. فإذا يريد يعبر عن شغلة مالته تخص هاي التكرار بالعمل لازم يستعمل صيغة the present simple. So I go to work by car، I go to work by car. She drinks 10 cups of coffee a day، she drinks 10 cups of coffee a day. إذن نستعمل الفعل I subject، الفعل go بصيغة البسيطة، هنا الفاعل she and verb drinks، طبعا ضاف هنا اس الشخص الثالث لأنه يتكلم عن third person،
So she drinks 10 cups of coffee a day. وأيضا بالفعل الثالث I wash my hair twice a week. I wash my hair twice a week. الشغلة الثانية عندما يكون عنده fact حقيقة ثابتة ما تتغير، هاي الحقيقة always true، يعني ما بها مجال للتغيير. مثل كان يكون شخص من موطن معين، هذا ما ممكن أن يتغير. It's true. Ronaldo comes from Brazil. Ronaldo comes from Brazil. إذن رونالدو جاي من البرازيل. إذن رونالدو هو جاي من البرازيل. Some birds fly south in winter. Some birds fly south in winter. بعض الطيور تطير باتجاه الجنوب في الشتاء. بعض الطيور تطير باتجاه، هاي حقيقة، يعني أنه الطيور المهاجرة هي تنتقل إلى الاتجاه الجنوب دائما في وقت الشتاء. My daughter has a brown eyes. My daughter has brown eyes. بنتي تمتلك عيون بنية. فإذن هذا أيضا الهاز هنا هو الفعل مالته، فعل التملك، يكون بصيغة الpresent، بصيغة الحاضر أو المضارع، لأنه يعبر عن fact، يعبر عن حقيقة اللي هي دائما تكون fact. أكو مصطلح ثالث مالته a fact that is true for a long time. استيك عندما تكون أيضا عندي fact هي صحيحة لوقت طويل جدا. مثلا he works in a bank، هو يعمل في مصرف. I live in a flat near the center of the town. I live in a flat near the center of town. إذن أنا أسكن في شقة بالقرب من مركز المدينة. I prefer coffee to tea. إذن أنا أفضل القهوة على الشاي. فإذن هاي حقائق fact مستمرة لوقت طويل، أيضا نقدر نستعمل بها الـ present simple. طلاب واضحة المعلومة؟ كلكم وياي؟ تمام. نجي على spelling of verbs، على الإملاء الأفعال ونضيف لها S. قول most verbs add حرف S، the letter S to the base form of the verb، مثل want، wants، eat، eats، help، sir helps، drive، drives. بعض الأفعال لازم نضيف لها ES بنهاية الفر، وهذه الأفعال شنو تكون؟ تكون أما منتهية ب double letter of S or SH or CH or X or O. هاي الأفعال اللي تنتهي بهاي الحروف يجب أن نضيف لها ES، يعني مو S فقط، نضاف لها ES. Mrs اللي هي Miss. Washes هي wash. Watches, fix, so fixes, or goes, اللي هي go, goes. Verbs that end with consonant plus y، اللي هو بينتهي بحرف ثابت زائدا حرف y، هاي اللي يصير بأنه حرف ال y راح ينقلب إلى IES. نقلب إلى I ونضيف له ال ES. Carry, carries, fly, flies, worry, worries, and try, tries. But the verb that ends with vowel, اللي تنتهي بحرف ال زائدا حرف ال y، only add s، هنضيف له فقط s. مثل buy, buys, say, says, play, plays, enjoy, enjoys. Okay؟ فإذا عندنا
الأفعال اللي نضيف لها هسه يكون الفعل ما بي شيء بالبيز فورم مالته راح نضيف له اس بشكل مباشر مثل ما قلنا بالنقطة الأولى won't wants eat eats help helps drive drives عفوا النقطة الثانية نضيف ES عندما تكون ال verb ينتهي ب أما double S or SH or CH or X or Y and R O sorry عندما تنتهي بهاي الحروف راح نضيف ES so miss misses wash washes watch watches fix fixes goes 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 قلنا إذا عندنا الحرف Y والقبله consonant راح نضيف الواي تنقلب الى اي نضيف اي اس واذا كان عندنا قبلنا واو راح فقط نضيف حرف الاس هنا عندنا adverbs عندنا بعض الكلمات اللي هي ظروف او كلمات مساعده للفعل adverbs تدل على الفريكونسي تدل على التكرار we often use adverb of frequency ظروف التكرار with the present simple غالبا ما يتم استعمال هذه الادفيربس ويا البريزنت سمبل فعندنا هاي مجموعه من الادفيربس اللي موجوده بالاسفل على شكل خط هذا الخط يوضح لك قوه هذه الادفيرب يعني انت من فعل وتحط وياه كلمه نيفر يعني انت هذا الفعل تنهيه يعني ماكو اي احتماليه ان يصير يعني 0% الاحتماليه وقت أن يتكرر هذا الفعل بس من نجيب always always معناها 100% هذا الفعل دائما يكون بتكرار إذا إحنا نجيب نقول نص نص 50-50 نستعمل كلمة sometimes sometimes واللي بيناتها هو تمثل حسب النسبة يعني مثلا never قلنا إحنا نهائي rarely معناها نادرا اللي هي شوية يعني بها احتمال أن يكون أكثر من never not often ليس غالبا هاي أكثر من rarely بعدين يجي sometimes بعدين often يجي غالبا و usually عادة أيضا تتكرر هواية وعندنا ال always اللي هو دائما they go before the main verb هاي ال adverb أو ال frequency adverb راح تصير قبل ال main verb but after the verb be عندما يكون عندنا verb be راح يجي الverb be أولا بعدين يجي الadverb of frequency then the verb so I usually start school at 9 I usually start school at 9 يعني هو هنا يقول أنا عادة المدرسة تبدي عندي بالتسعة they are usually in a hurry in the morning هم دائما يكونون مستعجلين في الصباح I do not often go to the bed late I do not often go to the bed late I am not often late for school I am not often late for school She never eats meat She never eats meat He is never late He is never late I rarely see Peter this day We are rarely at home at the weekend إذن هاي كلها الكلمات تعبر عن تكرار الفعل إنه الفعل يتكرر دائما ولكن قوة التكرار مالته تجي من هذه الكلمة يعني من هاي الكلمة نقدر نعرف إحنا إنه هذا الفعل هو راح يتكرر بشكل دائمي بشكل قليل كلش بشكل نادر فإذا راح نقدر نستعمله يا هذه الكلمات Sometimes and usually حياخذ من عندهم ذني الكلمتين لما حطينا ذيك الكلمات وقسمناهن على القوة مالتهن فهناخذ كلمتين sometimes will usually can also go at the beginning or the end of the sentence يعني احنا دائما ال usually وال sometimes ممكن نستعملها بالبداية وممكن نستعملها بالأخير يعني مو شرط إلا نخليها بعد verb be وقبل ال verb الأصلي مالها يعني sometimes We play football. Or we play football sometimes. Usually, I go
shopping with the friends. I go shopping with the friends usually. طبعا هاي مرات تستعملها احنا بالبداية حتى تكون يعني شلون كمقدمة للحديث او كبداية حديث معين او هاي، فاحنا نفضل نحطها بالبداية حتى تكون يعني مدخل للحديث يكون اسهل. عندك ايضا كلمات never, always, rarely, seldom. seldom معناها نادرا، همات كلمة seldom هاي دائما همات تتكرر. cannot move in this way. seldom ما يصير نستعملها هيك، يعني ما يصير نقول never I go to the movies، ما يصير. or always I have tea in the morning، ما تصير. النقطة الرابعة يقول every day وجماعتها goes at the end. every day goes at the end. so he phones me every night or he phones me every day. هو يتصل بيا تليفونيا كل ليلة أو هو يتصل بيا كل يوم. فهاي ممكن أن نستعملها في نهاية الجملة. اوكي بالنسبة للمقطع الثاني مالتنا احنا كملنا الـ present simple وقلنا احنا شلون نستعمل الـ present simple. كنا نستعمل الإشارات تتكرر دائما او لحقيقة واقعة اللي هي ما ممكن ان تتغير، ممكن ان نستخدم الـ present simple بيها. وقلنا عندنا adverbs تنضاف الـ present simple، ممكن هاي الدليل اللي على تكرار الفعل وكثرته او قلة التكرار لهذا الفعل. وأيضا قلنا إحنا الأفعال اللي بنتكلم بها عن third person عن شخص ثالث نضيف لها s، وتكلمنا أيضا عن شلون نقدر نضيف هذه ال s بالنسبة للأفعال. نجي للشغلة الثانية اللي عندنا هي the present continuous. اوكي طلاب نتكلم عن present continuous او عن الحاضر المستمر او المضارع المستمر. الصيغه مالته صيغه present انه شنو، انه ما دام قلنا continuous انتن لازم نحتاج ing للفعل. فاحنا من ضفنا ing للفعل تحول الفعل من verb الى الصيغه المستمره مالته. فهنا راح نحتاج الى نضيف فعل مساعد auxiliary verb قبله، وهذا الفيرب الاوكسيلري فيرب هو راح يدلي على الحالة الفعل هل هو حيكون present or past. فاذا في حالة البوزيتيف والنيجاتيف كنا احنا حنضيف فيرب بي زائد الفيرب مالتنا ونضيف له صيغة الكونتينوس اللي هي الاي ان جي. Okay, so I am eating. I am eating. She or he or is, simply is. So, sir, he is eating or she is eating or it is eating. في حالة الجامعة سير are, we are or you are or they are. إذا في حالة النفي راح نضيف not مثل ما قلنا الفعل المساعد the auxiliary verb. هنضيف له not حتى تدل على negative. So I am not eating and they aren't eating. فاذا حيضيف النفي ارمن للفعل المساعد الموجود عندنا. <تصفيق>
في حالة الكويستشن، في حالة السؤال، عندنا نستخدم أداة سؤال، وبعدين نقدم الفيرب على السبجكت، وننهي بالفعل زائدا الـ ING. فإذا عندنا auxiliary verb، أداة سؤال، auxiliary verb، subject، بعدين نضيف فعل زائد الـ ING. What I am doing, what is she doing, and what are we doing or what are they doing future راح تكون التصرف مالته. إذا راح يجي الـ verb be، أداة السؤال verb be. بعض الأحيان قلنا إحنا ممكن نستعمل أداة الـ verb be or الـ auxiliary verb في بعض الأحيان، ممكن أن نستعمله حتى يكون هو أداة السؤال عندنا. So are you going by train؟ هل تذهب بالقطار؟ حيكون short answer بهيج حالة yes I am or no I am not. فقلنا هاي الصيغ اللي تجي الفورمز اللي ممكن أن يجيب بها present continuous. هسه شنو استعمالات present continuous؟ present continuous إلا استعمالات. فهاي الاستعمالات يقول the present continuous is used to express، حتى يعبر عن شنو؟ حتى يعبر عن activity that is happening now. إذا نحكي عن شغلة تحدث أثناء وقت الحديث. إذا إحنا مو قلنا عندنا هذا ال نتخيل إنه الزمن بهذا الخط، هذا الخط هو راح يكون التايم، وقسمنا هذا التايم إلى مناطق. عندنا قلنا المنطقة اللي بالنص قلنا هذا راح يكون now وقت الكلام، sorry هذا وقت الكلام. قلنا عندنا الماضي اللي هو قبله بالحيكون الباست، وعندنا اللي جاي المستقبل اللي هو راح يكون الفيوتشر. فاحنا نتكلم هنا بالبريزنت، ونتكلم بريزنت نتكلم عن هاي اللحظه الان اللي احنا نتكلم بها هاي اللحظه. فعندنا اذا كان لحظه التكلم اكو فعل هو دا يمشي مستمر اثناء الحدوث اثناء لحظه التكلم، ممكن نعبر به بصيغه البريزنت كونتينوس. اذا اول صيغه واهم صيغه انه بالبريزنت كونتينوس يتعبر عن activity that is happening now، يحدث الان اثناء فتره الكلام. يعني شو يقول مثلا don't turn the TV off I'm watching it. So لا تطفي التلفزيون اني اشاهد الان، او اني اشاهد التلفزيون مستمر بالمشاهد. يعني اكو شخص كان يباع التلفزيون هو مستمر بمشاهدة التلفزيون، واكو شخص اخر اجى يريد يطفي التلفزيون، فيقول don't turn off the TV or don't turn the TV off I'm watching it. الجملة الثانية you can't speak to Lisa she's having a bath. إذا ما تقدر تتكلم إلى ليزا لأنها تأخذ حمام. You cannot speak to Lisa, she's having a bath. So she is having a bath. الآن أو I am watching TV. أنا أشاهد التلفاز. الوضع الثاني اللي ممكن نستخدم به الـ present continuous يقول an activity or situation، اللي هو يكون أما فعل أو وضع اللي هو صحيح الآن بس ممكن أن يكون ضروري أن يحدث في لحظة الكلام. يعني مثلا يقول do not take the book Jane's reading it، فيقول لك أنت لا تأخذ الكتاب لأنه جين تقرأ. بس هل هي جين تقرأ بنفس اللحظة هاي؟ جوز لا، هي ما تقرأ بنفس اللحظة، يقول تقرأ الكتاب في وقت آخر، بس هو يريد يبقي الكتاب هنا موجود، تكون جين هي مستمرة في قراءة الكتاب. I am doing a French evening class this year. فيقول أني أخذ هنا أو أدرس دروس لغة إنجليزية هذه السنة. بس هو شو كنت يأخذ هالدروس ما يحدد، يعني مو شرط أنه لحظة اللي هو يكون الكلام هو يأخذ هذه الدروس، ولكن هو الحدث موجود خلال هذه الفترة، بس مو شرط بنفس لحظة الكلام. ممكن أيضا يأخذه بحيث أنه يستعمله في temporary activities، كان يكون فعالية مؤقتة أو فعل مؤقت. ف Peter is a student، ف
but he's working as a waiter during the holidays. فإذا بيتر هو طالب ولكن يعمل كويتر يعني يشتغل بمطعم during the holiday ويشتغل as a waiter during the holidays يشتغل بالعطلة. I am living with my parents until I find a place on my own. إذن أني أعيش ويا أهلي الآن لحد ما ألقي مكان أعيش به لوحدي. إذن I am living with my parents until I find a place of my own. عندما ألقي مكان شخصي أو مكان خاص إليه. A planned future arrangement أيضا ممكن يستعملوها في تخطيط خطط للمستقبل. So I am having lunch with Glenda tomorrow. إذن هو عنده lunch ويا Glenda غدا. إذن هذا أكو تخطيط للمستقبل. We are meeting at one outside the restroom. إحنا نلتقي ساعة واحدة خارج المطعم. إذن هاي الحالات present continuous. نيجي أيضا بالنسبة للسبيلينج بالنسبة للإملاء عندما شلون نضيف الفيرب بي آي إن جي مثل ما تكلمنا بالنسبة للبريزنت سمبل إنه الإس شلون نضيفه هنا راح نجي نتكلم شلون نضيف الآي إن جي. Most verb معظم الأفعال تأخذ الآي إن جي للبيس فورم بشكل دايركت إنه الناس نجيب الآي إن جي ونضيفه للبيس فورم مال الفعل ونخلص من عنده. Go going wear wearing visit visiting eat eating walk walking talk talking. فإذن هاي كلها نقدر إحنا كلمة ونضيف لها. Verbs that end with E lose the E. إنه الكلمات اللي تنتهي بالحرف E راح تخسر هذا الE ونضيف الING. Smoking, coming, hopping, writing. هاي كلها كلمات تنتهي بحرف E. ولكن الكلمات اللي تنتهي بحرف double E شلون نسويها هنا؟ هاي ما راح نوقع من عندها هي بالعكس راح نضيف لها الاي ان جي مثل agree يصير agreeing. يعني نلاحظ هنا الحرف double e بقت و see seeing. هنا عندنا فقرة lie يصير lying انه تنقلب الاي اي الى واي ونضيف لها اي ان جي. طبعا هذا فعل مخاضع لقاعدة هو حاطة في علامة معينة. Verb of one syllable with one vowel and one consonant. Double consonant. لازم يتذبل الحرف. إذن الأفعال اللي بيها اللي هي تكون من مقطع واحد one syllable وبيها vowel بيها صوت إلا واحد وبيها one consonant وبيها حرف ثابت واحد راح ندبل هذا الحرف. مثل الكلمة stop يعني لو أخذناها stop واحدة stop مقطع واحد one syllable stop بيها حرف ال اللي هو ال o هنا حرف ال ال o وعندنا consonant واحد وعندنا حرف ثابت واحد فالشي يصير على مضيف لل ing لازم هذا الحرف الثابت يصير double يتدبل وزائد ing. فstop stopping get getting run running plan planning jog jogging. If the final consonant is y or w it's not doubled. إذا كان الحرف النهائي هو y أو w فما راح يتدبل. فplay so playing and not gonna be boy صحيح. Play كلمة play هي مقطع واحد وبيها حرف L وبيها consonant واحد بس صدفة إن هذا ال consonant هو يكون حرف ال Y فبيجي حالة إحنا ما راح يصير عندنا double Y ما يصير. Show أيضا نفس الكلمة هيك راح تكون. فإذا play تكون playing وshow showing.
There are certain groups of verbs that are usually only used in the present simple. عندنا مجموعة من الأفعال اللي غالباً قلنا usually غالباً only used in present simple بصيغة the present simple. This is because their meaning are related to the state or condition that are facts and not activities. This is a feature of the use of the present simple. These groups of verbs are verb of thinking or opinion, مثل believe, think, understand, suppose, expect, agree, doubt, know, remember, forget, mean, imagine, realize, deserve, prefer. إذن هاي كلها أفعال تدل عن الthinking, تدل عن التفكير أو تدل عن opinions, تدل عن الرأي. هاي الأفكار دائما نستخدمها بصيغة the present simple. تكون استخدامها عادة يكون بصيغة present simple اللي هي دائما تكون حقيقتها تعبر أو يعني معناها يعبر عن حقيقة وليس عن فعل وليس عن activity. مثل I believe you, I believe you. Do you understand? Do you understand? I know his face, but I forgot or forget his name. I know his face, but I forget his name. إذن أنا أعرف شكله ولكن نسيت اسمه. إذن هاي الجروب الأول من الأفعال. الأفعال تعبر عن التفكير أو عن الopinion أو عن الرأي. هاي دائما الأفعال تيجي بصيغة present simple. وقلنا لأنها تعبر عن fact هي تعبر عن حقيقة معينة أو أثر معين أكثر ما تعبر عن activity عن فعل أو القيام بفعل معين. لما تقول لشخص تقول له I believe يعني هذا اعتقادك هاي الفاكت هذا الopinion مالتك مو إنه أنت هذا البليف في الاكتيفيتي ده تسوي معينة. الشغلة الثالثة verbs of emotion and feelings أيضا نفس الشيء مثل like, love, hate, care, hope, wish, want, admit. هاي الأفعال تعبر عن emotion معينة تعبر عن feelings. فهاي الإيموشنز والفيلينجز دائما نستخدمها بصيغة simple present. I like coffee. Do you want to go out? I don't care. إذن هاي تكلف تعبر عن الإيموشن أو الفيلينجز مالتك اللي موجودة. ممكن أن تستخدمها. يعني هذا مو activity معينة تقوم بها. عبارة عن emotions or feelings. Verbs of having and being. أفعال التملك والوجود مثل belong, own, have, possess, contain, cost, seem, appear, need, depend on, weigh, come from, resemble. إذن هاي الحروف كلها أيضا نستعملها بصيغة الverb present simple. This book belongs to me. إذن هاي فعل تملك having or being. This book belongs to Jane or belong to me. How much does it cost? How much does it cost? He has a lot of money. He has a lot of money. نانا إذن فعل تملك. أفعال الحالة الأخرى أو نستيرت بيب أفعال الحالة الأخرى لحظة طلاب لا طلاب الأكشن موجود وأكو عندي responses they still مفتوح الاستمارة مفتوحة اللي ما قدر يسويها بأول مرة يحاول مرة أخرى بس مثل ما أذكركم طلاب يعني ماكو داعي تسجلون أسماء طلاب غير موجودين لأن يعني المحاضرة السابقة أنه أكتشف أنه عدد الطلاب اللي داخلين عندي
بالكلاس هم تقريبا مثل محاضرة اليوم يعني، هسه الموجودين اونلاين، بس من اجي انا اشوف التسجيل مالتي واصل 180، يعني اكو طلاب اصلا هم ما داخلين محاضرة بس دي يوصلهم اللينك مال التسجيل ودي يسجلون من خلاله، وهذا طبعا شيء مو بروفيشنال، شيء مو مهني ومو صحيح للطالب اللي يسوي، يعني انت مو بتتعب وجهدك واني اتعب بالمحاضرة وأحاول أنه أوصل المادة وأكون على تواصل وياكم بشكل كامل في وقت معين، زين، ومحضر أوراقي ومحضر جهدي وأنت محضر أوراقك ومحضر جهدك ومستثمر هذا الوقت في سبيل أن تقعد المحاضرة وبعدين تنطي اللينك على الحاضر اللي أحد الزملاء أن يسجل حضور مالته. فأرجوكم كونوا responsible عن هاي الشغلة، كونوا responsible، كونوا قد المسؤولية طلاب، يعني اللي يستلم اللينك يرابط بس حضوره ويكون هو حقيقة حاضر للمحاضرة. على العموم الأفعال الأخرى أفعال السنس، أفعال الحواس اللي هي اللوك والهير والتيست والسميل والفيل، هذه الأفعال أيضا ممكن هذه الأفعال أيضا ممكن أن نستعملها في حالة الـ simple present. The food smells good. We often use can when the subject is person. في بعض الأحيان نستعمل can. أيضا can you smell something burning or I can hear someone crying. إذا نضيف auxiliary verb can ويا الأفعال اللي تخص وهي الأفعال اللي تخص السنس الحواس. Some of these verbs can be used in present continuous. بعضها ممكن نستعملها في حالة ال present continuous but with some changes in meaning. يعني حيصير تغيير بالأفعال. شوفوا الأفعال اللي راح تصير هنا وشو راح تتغير من إذا حولناها من simple present إلى simple continuous حتى نستعملها. مثل عندنا أفعال ال opinion قلنا think. فاحنا بنقول للشخص نقول له I think you're right، يعني بنقول له انا اعتقد انت صح، بس تختلف من تقول له we are thinking. هنا انا الثينك بالبدايه تعبر عن الاوبينيون مالتك وتعبر عن رايك، بس الثينك الثانيه بالمحاضره هي عباره عن mental activities، يعني اكو عمليه تفكير في امر معين ده. يعني انت بتقول له I think you're right، يعني مو معناها انا افكر انه انت صح، وانما انه انا اعتقد او my opinion انه انت صح او my الرأي الشخصي بيك انه انت تكون صح، بينما بنحولناها من هذا في حالة الـ present simple كان، بس بنحملناها الـ ing ويا الـ verb be حولناها الى present continuous، هنا المعنى تغير، صار we are thinking of going to the cinema، هنا صار activity، صار اكو فعل تفكير معين. مثلا he has a lot of money، ايضا هنا عندما قلنا افعال التملك انه هو يملك الكثير من المال. He has a lot of money. مثل ما نقول she has having a bad day. ناف أكوفا activity صارت معينة إنه هي صار عندها يوم سيء أو كانت مرت بيوم سيء أو تمر بيوم سيء. So منقول أيضا هنا أفعال التفهم. I see what you mean. منقول I see what you mean. منقول يعني أرى ما تتحدث عنه أو أرى معناه. مو معناها انه ده تشوفه انت صدق، لا انت understand it، انت فعل انت تفتهم الشيء، بس مو معناها انه تمارس فعل ال seeing او فعل الرؤية activity. فاذا I see what you mean هو تختلف عن are you seeing Nigel tomorrow، انه انت تشاهد او تشاهد. وهنا عندنا هنا ايضا نتكلم عن التست. The soup tastes awful. هنا السوب طعم مالته هو سيء. تختلف عن testing the soup to see if it needs salt. هنا تختلف أيضا المعنى مالت. هنا تكون activity بينما هنا تكون تعبر عن state أو عن حالة أو عن رأي معين أو عن مذاق معين. فإذا إذا تغيرت هاي الverb لstate verb ذكرناها المجاميع
الأربعة اللي ذكرناها بالبداية، وتغيرت صيغتها من الـ present simple، وين يكون المضارع بسيط إلى المضارع المستمر، المعنى تركيب الجملة راح يختلف. طلاب، لحد الآن عندكم سؤال هنا بخصوص هذا الموضوع؟ علي طه، ماكو مشكلة يعني، ماكو مشكلة، بس مرة ثانية تأكدوا من تسجيل الجروبات، لأن احنا نعتمد بتسجيل الجروبات على متابعة الطلاب. طلاب، أكرر مرة أخرى، ماكو داعي إنه تشيرون اللينك ويا الطلاب اللي غير حاضرين. الموضوع الثاني راح نتكلم عليه انه الباسيف. الباسيف هنا احنا نعرف الجملة اللي عندنا تتكون من سبجكت، من فاعل، ان تركيب الجملة باللغة الانجليزية من subject اللي هو فاعل، زائد verb اللي هو الفعل، وال object اللي هو المفعول به أو الشغل اللي نسوي عليها الفعل. عندما يكون تركيزنا بالكلام على ال subject، على الفاعل، هذه الجملة تسمى جملة الأكتف. تكون جملة الأكتف، هاي الجملة الأكتف إن يكون هو الفاعل، هو تركيز الجملة عليه. بينما من يكون تركيز الجملة على الأوبجكت مو على السبجكت، يعني على المفعول به، راح نركز كلامنا به ما نركز على الفاعل، هذه الجملة راح تكون بصيغة الباسيف. في الباسيف دائما راح تتكرر عندنا بهذا، هو احنا سنتكلم عليه، وراح ايضا تتكرر باليونت الثالث واليونت السابع. الفورمات الصيغة هو شنو؟ تكون من verb be زائدا تصريف الثالث الفعل past participle. يقول the tense of verb to be changes to give the different tense on passive. إذن هنا أنا منو اللي حيحدد لي التنس؟ منو حيحدد لي الزمن مال هذه الجملة؟ هل هي بالماضي أو بالمضارع؟ اللي حيحددها حيحددها الفيرب بي، لأنه إحنا عندنا الفعل حولناه لصيغة الباست بارتيسيبل، حولناه للصيغة الثالثة للفعل، فإحنا من الصيغة الثالثة ما راح نقدر نميز هل هو هذا ماضي أو مضارع. بس شو حنقدر نميز؟ حنقدر نميز من الفيرب بي، من الفعل بي اللي هو الأم والإز والآر. هاي إذا كانت صيغتها راح نقدر نعرف إنه هي هاي شنو. مثال عندنا الأول هنا بهاي الجملة: The annual company dinner is being held next week. فهاي شنو؟ تعطيني present continuous بصيغة الباسيف. عندنا ال is وال being ضفنا له ال ing، هاي نطتني ال present continuous. وهنا عندنا التصريف الثالث مال فعل hold، صارت held، فإذا أنطتني صيغة الباسيف. إذا the annual company dinner is being held next week. طبعا هنا الكلام يكون عن الدينر، هذا راح يعتقد يعتقد راح يكون موجود في الاسبوع القادم، بس من راح يسوي؟ مو ما يهمنا احنا، ما يهمنا الفاعل، هنا عندنا الاوبجكت هو المهم عندنا. All the employees are invited every year. كل الطلاب اللي ما قدر يرسل ايميل اسمه بالايميل، اليوم اني اتابعه بالايميل، لا يدز لي غير مكان، اي شيء يدزه بالايميل حتى يكون محفوظ واقدر اتابع واحد واحد. لا تدزوا لي، لا تدزوا لي على الشات، ولا تدزوا لي على غير مكان. اي شيء عندكم وياي سؤال يخص الموضوع، متابعه للدرس، تزورون تستفسرون على اي شغله، ارسلوها بالايميل رجاء. النقطة الثانية راح نتكلم عليها: All the employees are invited every year. هنا أيضا are هي تمثل لي present صيغة الحاضر، و invited هي للpast participle مال invite، invited.
تبقى نافية سير ماضي هتمثلي present simple passive. Family members were not invited last year but this year they are. نا 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 العائلة ما مدعوة كانت في العام الماضي ولكن دعت هسه. إذن أيضا هنا عندنا ال present perfect passive هنا أيضا استعملها. Most people would love to be invited to the dinner. هنا past infinitive. Okay. Uses استخدامات الباسيف. The passive sentences move the focus from the subject to the object. احنا قلناها الباسيف هو شنو؟ انه راح يحول الاهتمام مالتنا او الفوكس مال الجملة من السبجكت المن للأوبجكت. ألفريد هيتكوك ألفريد هيتكوك دايركت سايكو in 1960. فإذا هذا المخرج ألفريد هو أخرج السايكو فيلم سايكو في 1960. سايكو one of the classic thrillers of all times. هو فيلم كلاسيكي كل الأوقات. was directed قد أنتج أو أخرج by Alfred Hitchcock. Then the passive is not just another way of expressing the same sentence in an active. We choose the active or the passive depending on what we are more interested. إذن إحنا شنو اللي أشياء اللي أكثر شيء مهتمين بها راح نختار بين الأكتف والباسف. يعني إذا إحنا مهتمين هنا بالمخرج نفسه، إذا كنا مهتمين بالمخرج راح نستخدم صيغة الأكتف. إذا كنا مهتمين بالفيلم اللي أخرجه هو راح نقدر نستخدم صيغة الباسف. فهيقول لك in the first sentence we are most or more interested by Alfred Hitchcock. إذن إحنا كنا مهتمين أكثر بالجملة الأولى، إحنا كنا مهتمين أكثر بالمخرج، بس بالجملة الثانية إحنا اهتمينا بالفيلم. إذن Psycho has moved to the beginning of the sentence because they are more interested in the film. إحنا كنا مهتمين أكثر بالفيلم. إذن الباسيف والأكتيف نرجع الاهتمام مالتي يختلف، إنه نحول الاهتمام مالتنا من السبجكت للأوبجكت. The by and the agent are often omitted تلقى in the passive sentences. If the agent is not known, إذا كان التركيب غير معروف, so my apartment was robbed last night. It is not important. This bridge was built in 1886. It's obvious. كل شيء واضح. I was fined 100 pounds for speeding. تغرمت 100 pounds للسرعة. إذن هنا إذا ما نستعملها عندما يكون الشخص أصلاً غير معروف أو الأجنت هو يكون غير معروف. My apartment was robbed last night. شقتي انسرقت الليلة الماضية. بس من اللي باقي إحنا ما نعرفه، فاستخدمنا صيغة الباسيف هنا إنه إحنا ما نعرف الفاعل من هو. فبس عندي شقة انسرقت، بس من اللي باقي I don't know. So إحنا ما عندنا هنا الباسيف. Or it is not important، أو خلي يكون غير مهم بالمعلومة نفسها. مثلاً this bridge was built in 1886 or yeah 1886. هذا الجسر بنى بهذا الوقت، بس منو اللي بناه؟ It's not important. أنا ما يهمني أعرف منو اللي بناه، بس يهمني أن أعرف إنه هذا بنى بهذا التاريخ. أيضا استخدمنا صيغة الباسيف. Or it's obvious إنه ما يكون شخص يعني ال
الناتج هو واضح جدا. I was fined 100 pounds for speeding، يعني أنا تغرمت 100 pounds للسرعة. من اللي غرمني؟ طبعا أكيد كل البوليس بيجي حاله، ف it's obvious، الفعل مبين واضح. The passive is associated with the impersonal or formal style. It is often used in notice and announcement. دائما يكون الباسيف يكون بشكل غير شخصي أو بشكل formal، دائما يهتم به بالnotices عندما تكتب ملاحظات أو تكتب announcement، تكتب إعلان. فعندك هنا the customers are requested to refrain from smoking. Or it has been noticed، كان ملاحظة that the reference that the reference book have been removed from the library، إنه الكتاب من المكتب. In informal language، في بعض اللغة الغير يعني informal، مو بصيغة ال informal، we often use you or why or we and they to refer to the people in general or to no person in particular. نستعمل مرات you or we or they حتى نأشر للناس بشكل عام أو ما نأشر لشخص بشكل معين، يعني بشكل informal. In this way we can avoid using the passive، ونحن راح نقدر يعني نتجنب استخدام الباسيف. You come by stunt not just the post office. هنا أنا مثل الإعلان يقول لك أنت تقدر تشتري الطوابع من كل مكان أو من عدة محلات وليس فقط من مكتب البريد. هنا ما يخصص، من يقول له you يعني مو شرط أنه الشخص المقابل اللي يحكي وياك، لكن هنا in general يعمم. They are building our new apartment store in the city center. هناك يقول أكو building أو بنايات department store تكون من شكل محلات بال city center. department store هنا يقصدون فيها مجموعات المحلات الكبيرة يسموها department store. So we speaking English or we speak English in this shop، يكتبون مثلا احنا نتكلم اللغة الإنجليزية في هذا المحل، يعني مو شخص معين انه يتكلم اللغة الإنجليزية، بس معناها انه اللغة الإنجليزية تكون مفهومة في هذا المكان. Be careful. Many past participles are used as an adjective. وبعضهم البايت ممكن تستخدم كصفات. So I'm very interested. Not I'm very interested in modern art. And we are extremely worried about you. And I am exhausted. I've been working hard all day. هنا استخدمنا past participle كadjective. بس هنا عندنا الـ present simple and present continuous بالـ passive. شلون راح نستعمل الـ present simple present continuous بالـ passive؟ احنا عبرنا ذيك اللي قلنا احنا شنو الـ passive. اهم شيء عندنا بالـ passive انه احنا نركز على الـ object مالتنا اكثر من نركز على الـ subject، ولأسباب انه تكون الـ object هو المهم عندنا، او يكون الـ subject اصلا ما موجود او ما معروف، او يكون الـ subject هو ما مهم انه نعرف احنا معناه شنو، ولكن كل تركيزنا حيكون على الأوبجكت. قلنا نقدر نعرفها شلون، إنه عندنا الفيرب بي زائدًا الباست بارتيسيبل. الفيرب بي قلنا إحنا من عندنا نقدر نحدد زمن الجملة. إذا شفنا الفيرب بي هو صيغة المضارع فمعناها إنه هذا present، إذا كانت الفيرب بي بصيغة الماضي فمعناها إنه هذا past. فإذا عندنا present simple passive هو حيكون من الفيرب بي اللي هو الام والاس والار زائدًا الباست بارتيسيبل. بينما إذا عدنا الـ present continuous بالـ passive، أن الـ am والـ is والـ are بعدين الـ ing نضيفها للفعل be فصير being زائد الـ past participle. عدنا الـ am والـ is والـ are زائد الـ past participle، والـ am والـ is والـ are being زائد الـ past participle. So it is mended or it's being mended or they are mended or they are being mended. Use the use are the same as the passive. احنا قلنا استخداماتها مثل ال passive as an active وكمان بالنسبة لل active. So my car is serviced every 6 months like a habit. نانا استعملنا simple present
ولكن استعملناها بصيغة الباسيف مو بصيغة الأكتف، إنه سيارتي يعني انصانت أو تعرضت للصيانة، كل 6 أشهر تصان، كل 6 أشهر. بس منو بده يصونها؟ هنا مو مهم، هنا تركيزنا احنا على الأوبجكت مو على السبجكت. الأكتف computers are used in all areas of life and work. I hear fact. الحقيقة أنه الكمبيوتر دائما تستخدم بالحياة اليومية. نحن أيضا استعملناه بصيغة صيغة الـ simple present. استخدمت. Sorry about the mess. The house is being redecorated at the moment. عذرا على الفوضى والضوضاء. البيت هنا يقومون بإعادة decoration مالته، to redecorate it at that moment. Then this is activity having now. احنا استعملنا هنا بصيغة الـ present continuous. النهاية تمارين practice، طبعا مثل كل مرة الـ practice عليكم انتو تسووه، تقرون الـ practice كله. وعندنا هاي هنا ملاحظات على الـ pronunciation. احنا قلنا احنا إذا الكلمة تنتهي بالصوت S أو Z أو ش أو تش أو ج، هاي الأفعال هنا the final S is pronounced as is. So miss يصير misses، bus يصير buzzes، choose chooses، sizes wishes dishes wishes. هنا إذا نرفضها بصوت is قوية تكون. أيضا if the words end with p t k f or th، this is so th، ال s هنا ترفض s، stops shops hits pits attacks breaks loves cuffs maths. لا تدي. if the word ends with b d g v k l m n n، هاي الأصوات كلها راح تنتهي بالزي، مو إز قوية، إز صار قصيرة. stops hands bags leaves breathes hills drums errands goes news wears and songs. هاي ملاحظات بسيطة على التلفظ، إنه أنت من تقرأ الكلمة شلون تقرأها في حالة الأس من تكون بالنهاية. اوكي، ملاحظاتي الاخيره بالنسبه لمحاضره اليوم، اريدكم انه or unit 2 بالستودنت بوك وبالورك بوك، اريدكم تقرون الكتب انه تشوفون الشابتر 2 اضافه الى التمارين البراكتس تسووها. and make sure to test your understanding by doing the practice exercise، او تختبر انت المعلومات اللي تعلمتها او فهمك للماده من خلال البراكتس exercise. أنا نزلت لكم أيضا أكو homework متكون من 10 نقاط بسيطة تحلوها من ناحيتكم نهاية الأسبوع القادم، يعني نهاية الجمعة إن شاء الله يكون عندكم آخر وقت للتسليم homework. هذا ما يكون بالنسبة لمحاضرتنا اليوم. فإذا عندكم أي سؤال خصوص هذا الموضوع